سقوط سقالة بجوار محطة مترو فيصل ومصدر أمن يكشف التفاصيل. سقطت سقالة خشبية وصقالات خشبية وحديدية بجوار محطة مترو فيصل في محافظة الجيزة، وشهد الحادث سقوط عدد من الإصابات. وكشف مصدر أمني تفاصيل سقوط سقالات خشبية وحديدية من محور الفريق كمال عامر وإصابة 7 مصابين من العمال. تلقى مسؤول غرفة الأعمال بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار أجزاء من محور الفريق كمال عامر. وانتقلت الخدمات الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار سقالات خشبية وحديدية وأسفر عن إصابة 7 أشخاص، وجرى نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم. وانتدبت الجهات المعنية لجنة للمعاينة لبيان سبب الانهيار وإصلاح الكسر. وقال المصدر إنه بمجرد الإبلاغ انتقلت الخدمات الأمنية لمكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين انهيار زي ما قلنا سقالات خشبية وحديدية وإصابة 7 أشخاص.